21 22 23 و24 ايار 2015 ابتداء من الخميس اذا المقبل مسرحيه الموت انهزم مسرحيه دينيه على مسرح مدرسه مار اسطفين لرهبات القلبين الاقدسين بالبترون. هذا هو موضوع رانديفو لليوم. معنا بالاستوديو شارل سعادي صاحب الفكره والمعد، اهلا وسهلا فيك. ومعنا جورج عيسى رئيس الحركه المريميه الرسوليه بالبترون، اهلا وسهلا فيك كمان. ففهمنا انه هالمسرحيه كمان متعلقه بالحركه المريميه الرسوليه، والهيئه كمان الكاست على المسرح او الشباب والصبايا على المسرح. في صبايا ولا بس شباب؟ في صبايا كمان. فهن من الحركه المريميه الرسوليه. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا. مسرحيه الموت انهزم، عن شو بتحكي شعل؟ اول شيء العنوان تبع الموت انهزم، يمكن ناس تسمع كثير الجمله خاصه باعياد الباك او عيد الكبير، انه بس ما بتعرف عمليا يعني كيف يسوع قدر هزم الموت. المسرحيه بتحكي عن 3 ايام يلي قضوها الرسل وقت اللي مات يسوع. نحن بنعرف انه قام في اليوم السادس. هالثلاث ايام شو اختبر الرسل؟ الخوف، الضياع، القلق، التفكير، يتذكروا كلماته. وراح نشوف خلال هالثلاث ايام كيف الرسل قدروا استنبطوا الحقيقه من اختبارهم مع يسوع لحتى قدروا يكونوا جاهزين لحدث القيامة بعدين، ويقدروا ينطلقوا يخبروا الناس عن يسوع الذي قام من الموت. تعزم بالوقت الأول كان في ضياع ومش فاهمين شيء. أكيد هيدا اللي عم تركز عليه بالبداية. يعني نحن اليوم بنعرف أنه المسيح قام، بس في ضياع ومش فاهمين شيء عمليا على حياتنا العملية. الهدف للمسرحية هو أنه كيف يسوع قدر هزم الموت، وهو هزم الموت لسبب واحد، حتى نقدر نهزم الموت في حياتنا، كل أنواع الموت. لانه الموت منه مش بس وقت واحد بيقف قلبه او دماغه او بتنفصل روحه عن جسده، في كثير انواع موت بحياتنا مع الوقت، مع الصراع، الحزن، القلق. هول يسوع اجى لنا اليوم، اجى عدني لحتى قلنا كيف ننتصر عليهم لحتى نكون اشخاص فرحانين حقيقه. مشان هيك الموضوع بيحكي عن الموت انهزم. جورج، الشباب والصبايا بالحركه المريميه الرسوليه شو رح يكون يعني وقع مسرحية من هالنوع عليهم، خاصة أنه هن مشاركين فيها؟ ليك هن تقريبا أكثر من 95% هن أعضاء ما منهم بروفيشنال بالتمثيل ولا بالأكت المسرحي، بس لأنه نحن شايفين بهيدا العمل هو رسالة أكثر من منه مشروع يمكن للروندومان المادي، هو منه هيك. فالإقبال كان طوعية كاملة من قبل كامل الأعضاء، شباب وصبايا حتى اللي ما عندهم خبرة، وتقسمت الأدوار بناس أخذين دور تلاميذ، ناس أخذين دور الشعب، ناس أخذين دور بالرقص. فالأدوار توزعت وكلنا إيد وحدة، وأنا صراحة مني عم مثل معهم بس عم تابع معهم من بعيد وعم بحضرهم تقريبا كل يوم. عم تمثل مع كل واحد ساعتها؟ مزبوط مزبوط. طيب خلينا، مع أنه هالقد المسرحية كبيرة كمان، خلينا نشوف تريلر لها. عندما يفاجئنا الموت وتقترب لحظة النهاية لتعلمنا بأن كل شيء انتهى، نشعر بالخوف، بالوحدة، بالعجز، بالندم، نشعر بالحيرة. برأيك ما الذي قد يحصل إذا ما تم العكس ونحن من فاجأ الموت؟ إنه يسوع من اختبر هذه الحقيقة فأدهش العقول واجتذب القلوب وحير الضمائر، وأصبح هو السؤال والجواب في آن لكل إنسان ولكل الإنسان. لذلك ندعوكم إخوتي لمشاركتنا هذا الاختبار، ولنتأمل معا بحقيقة الموت انهزم. شال هو سؤال وبدك تلاقي له جواب، يعني سؤال موجود وعم تسمعه وبدك تلاقي له جواب. أنا شاب يعني بأول طلعتي بالعمر، يعني توفى بي وعشت من دون بي حد، وكنت بالوقت بتعرفي بعمر المراهقة وطلوع الشاب بكون كتير بحاجة لأبي، وكنت أسأل على طول كابن كنيسة ومسيحي إنه كيف يسوع هزم الموت. يعني لما بعدين تأملنا كثير بالإنجيل نحن بالحركة، وبحب أقول شغلة، هاي المسرحية مصدق عليها من الأب بولس الفغالي، يعني مرجع أكبر مرجع ضليع بالكتاب المقدس،
وقال لنا انه النص الانجيلي حاضر ومبتكر. حابين نقول للشباب والصبايا اليوم والكبار والصغار وكل الناس انه الموت منه شيء بس انه بيفاجئ الانسان. ممكن الانسان هو اللي يفاجئ الموت. كيف؟ حقيقه يسوع هذا اللي صار ما خلى الموت يفاجئه، هو فاجئه. يعني هو راح باتجاه الموت والموت صار مش عارف شو بده يعمل قدام يسوع، صار عاجز، لانه من بعد ما احيا لعازر، اقام لعازر، بنقول احياء لعازر، نويوا اليهود والفارسيين على قتل يسوع. بروحوا وتلاميذه لمده 3.5 أشهر على ضيعه اسمها افرام، ومن بعدها بيقرر ايمتى بينزل يسوع لعند لعازر نفسه وبيعمل حفله وبيروح على عيد الفصح. يعني يسوع زبط الوقت يلي هو بده اياه لحتى يروح باتجاه الموت. قبل منشوف الانجيل توارى، اختفى مره بين الجموع، تنكر تطلع على العيد، كان عم بيزيح من القصه. بس لما حس انه خلص صارت القصه ممنهجه معه ومركبه لمواجهه الموت، راح واجه الموت باحتفال عند مريم ومرتا ولعازر واخواته لعازر، وراح هو قال له لليهود انا اللي السلطان ان ابذل نفسي، مش انتوا لكم السلطان، وحدد عيد الفصح لحتى يكون هو الذبيحه الخلاصيه لليهود ولكل البشر. نحن بحياتنا منهرب من كل مواجهه مع الموت لانه من لا شعوريا ربينا ان نحن ضعاف ومش قادرين نواجه. بالوقت يلي يسوع اجا مات وقام وتجسد كرمال يقول لك لا قادر تواجه. هيدي عم الرساله اللي حابين نوصلها اليوم لشبيبه لبنان بقلب هذا المجتمع وبقلب هذا الواقع السياسي الاقتصادي الاجتماعي الاقليمي، كل شيء حد منك بحاله التهاب وحاله خوف. بالوقت يلي انت قادر تكون عم بتواجه كل هول وتنتصر عليهم حقيقه بقدره الرب، لانه هو هيك صار وهيك هو عمل. جورج، الحركه المريميه الرسوليه يعني في عندها دور تبشيري. مزبوط. من خلال مسرحيه من هالنوع هيدا الشغل عم ينشغل بنفس الطريقه. ايه اكيد. يعني نحن كوننا حركه رسوليه مريميه، الرساله هي جوهرنا، ونحن رسالتنا بتكون مع الاطفال، رسالتنا بتكون مع الشبيبه، رسالتنا بتكون مع العيال. ونحن مثل ما الانجيل بيقول كمان منفعل الوزنات، ونحن بالبترون خصيصا في وزنات فنيه، عندنا مخرجين، عندنا مغنيين، عندنا ممثلين، فقلنا هالوزنات منفعلها لرساله معينه. وبعتقد نحن العالم اليوم مثل ما بشرح عيد اللي قاله خي شارل، العالم اليوم بده مسرحيه تعبر وتعطي قوه بلبنان بقلب واقعه. صحيح. فيك تهزم هذا الواقع وفيك تكون اقوى من هيك وفيك تكون مثل ما ربنا بده اياك. حلو. كم ممثل في على المسرح او كم شخص؟ في بحدود ال 45 شخص. صحيح هالقد. ايه صحيح. والاخراج لمين؟ اخراج لخينا كمان بالحركه، نحن بنقول خينا منه فرير، يعني خينا نحن مثل عائله. فادي جبرائيل هو شخص بالحركه وكمان دارس مسرح، هو استاذ فنان ملحن موسيقي. يعني الالحان والكلمات للاخوان جبرائيل، اخراج لفادي جبرائيل. وهون فادي عن جد انك تعملي نص انجيل منه موجود حرفيا مسرحيه، هذا شيء بده كثير امانه للكنيسه ولتعاليم الكنيسه. وفادي عن جد قدر يلبس هالفكره تياب كثير حلوين تعبر عن الفكره مزبوط، فيعطيه العافيه. نعم، يعطيكم العافيه انتم كمان. الموت انهزم، فاذا مسرحيه دينيه على مسرح مدرسه مارس فين لرهبات القلبين الاقدسين بالبترون ب 21 22 23 و24 ايار الساعه 8:30 المساء. كونوا على الموعد. اهلا وسهلا فيكم. بس مشاهدينا، وقفي هلا وبنرجع نتابع نحن وياكم لايف.